شو رايكم بالمهرجان مبزرة التراثي؟ شو حلو؟ شو تقول حق متابعينكم؟ لازم نسوي اللايك والشير والسبسكرايب. شو قناة عزيز الحار؟ اخيرا حصة وحور والبنوتات لا يخافون. هن حصة وحور وميرة يستمتعن بقضاء أجواء ولحظات ممتعة هنا في مهرجان بزر الخضرة. أهلا بكم وسهلا أحبتي في قناة عزيزنهو. ها هي أجواء ألعاب مهرجان بزر، وها هي ميرتي. سو باي باي ميرتي، سو باي باي ميرتي، غلو ميرتي. ها أنا ذا ومحمد نقضي لحظات سعيدة هنا في مهرجان البنزرة، آلية تراثية وألعاب أطفال كثيرة هنا. سو باي باي، سو باي باي، باي باي، باي باي، باي باي. القطار السريع هنا في البزرة الخضراء. ومحمد داني نقضي نتجول بين الجنبات وأروقة وربوع مهرجان البزرة الخضراء. ومحمد داني خائف كثيرا من هذه الألعاب والأطروحات، كثيرا محمد علي من هذه الألعاب المسلية للأطفال. لا تاني فيزيتابل. هو المهرجان في حور عندهم الخرابيط ناقصة. هذا هو مهرجان بزرة، نعم المهرجان الجميل هنا في ربوع مدينة الهيئة. حتى الحيوانات باع بكثرة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الأجواء أحبتي الأكارم هنا في قناة عزيزنهم. شو تقول حق متابعينكم؟ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا على عزيزينهم. قرية مصغرة. تفضلي مدام تعالي شوفي. الحين بننتقل إلى قسم المأكولات. شوف وإياكم هذا المهرجان الرائع جدا والحالم هنا في مدينة العين، دار الزين، نعم المهرجين والميكي والميني ماوس. هنا الميكي والميني والروبوتات في المهرجان. الأجواء ها
غريبة فكت العقدة مالهم خلاص صح؟ خلاص معناته وديهم للجولان خلاص. ها هي أجواء مهرجان البنزرة الخضراء أحبتي أكاد. آمل بعد تستمتعوا بقضاء لحظات ممتعة وإيانا في هذه التغطية لمهرجان البنزرة. ها أنا ذا مع آنساتي الفاضلات، الآنسة حور والآنسة ميرة والآنسة حصة والطفلي المدلل داني. نعم تركوا قناة عزيزنهم. نعم حور وفية حور وميرة وفية على القناة، أما حصة فهي مدمرة ومخربة لهذا القناة. وها هنا محمد داني. نعم ها نحن ذا أحبتي مستمتعين بأجواء البنزرة الخضراء وفي انتظار استقبال أول الأفواج ل موقعنا وموكبنا السياحي هنا في قلب البنزرة الخضراء. كما يقولون المصهروة اركب الحنطور وتحنطر. نعم ها هم يتحنطرون. شفتوا تبغوا تتحنطرون؟ نعم اركبوا حنطور؟ ليه؟ هنا متابعية لكارم وسط هذه الخضرة والجمال في قلب البنزرة الخضراء. هي أجواء البنزرة الخضراء. رحلة الحنطور مع الآنسات الفاضلات حصة وميرة. أين أنت يا حور وأين أنت يا ميثاء؟ صح وينه؟ نحن محل جالسين مع الحنطور قاعدين نعبون. الحنطور نحن صح؟ شاهدوا الناس كيف يجلسون ويستمتعون. كلهم يلا كلهم من عندي عليهم. هناك شاهدوا تجمعات الأطفال هناك في لعبة النطاطية، وهنا العديد من الألعاب والعائلات تجلس بكثافة عالية والأجواء جدا رائعة هنا في بنزرة الخضراء بمعية الآنسات حصة وميرة. أنا العلم. ما عندهم باباتي. منهم؟ أبيهم. بس قاعدة. ما شافوكم ورجع. ما شافوكم ولا يعرفوا عنكم. بعدين وبرد. هنا مهرجان البنزرة الخضراء. حوراني ضمت لنا شفت حور؟ انت كنت زعلانة؟ هل تسينا سوا؟ تدورين باباك؟ النور يا بابا بالله يا بابا ما حد سواك يا بابا وها هي رحلة الحنطور هنا انتهت وكسرت الكاميرا صح؟ جاي ثاني؟ ايوه عمي ثاني